النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي، وإلى العناوين. الخطيب يشارك في تشييع جثمان إبراهيم الشيخ. وعبد الحفيظ جلسة مع البدري لتحديد صفقات الشتاء. و19 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة الأسيوط. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على المشاركة في تشييع جثمان الكابتن إبراهيم الشيخ رئيس لجنة المدربين بنادي النصر، الذي إلى مثواه الأخير ظهر اليوم بعد أن وافته المنية. وارتبط الخطيب بعلاقة وطيدة امتدت لسنوات طويلة منذ اكتشاف كابتن إبراهيم الشيخ موهبة محمود الخطيب عندما كان ناشئا في صفوف النصر، قبل انتقاله في سبعينيات القرن الماضي ليلعب في صفوف الأهلي، ليحقق الخطيب مع جيل من العظماء أروع البطولات في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي حتى اعتزاله. وشارك مع الخطيب في تشييع جثمان إكرامي الشحات حارس المرمى، والذي زمل الخطيب سنوات طويلة في الملاعب. وكان الكابتن إبراهيم الشيخ قد وافته المنية فجر اليوم، وشيع جثمانه عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد أحمد حمدي بمنطقة عين شمس. كابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الأسيوطي غدا الأربعاء على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة السابعة من مسابقة الدوري. وضمت القائمة 19 لاعب، وهم شريف إكرامي وأحمد عادل، محمد هاني وسعد سمير، أيمن أشرف وصبري رحيل، محمد نجيب وحسام عاشور وعمر السولية وعبد الله السعيد، جونيور أجاي، وليد أزارو وباكاماني مالامبي وأحمد الشيخ ومؤمن زكريا وعماد متعب وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي. انتظم أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ميران الفريق، والذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب تتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الأسيوطي في مسابقة الدوري. وغاب فتحي عن ميران الأهلي أمس الاثنين بعد أن حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري بسبب ظروف أسرية. كما شارك جونيور أجاي مهاجم الفريق في ميران اليوم بعد أن غاب أمس لخوضه ميران تأهيلي في الجم والجري حول الملعب.
وصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريب في الجيم على هامش ميران الفريق والذي أقيم اليوم الثلاثاء. وكان حسام البدري قد أعلن غياب محمد الشناوي عن مباراة الأسيوطي المقبلة بسبب إصابته في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مباراة NBA الأخيرة. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة الأسيوطي سبورت والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، وتأتي ضمن مؤجلات الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام. وسيدخل الفريق معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة المقرر غدا إقامتها. للمزيد من التفاصيل حول تدريبات الفريق الأول ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بك، احكي لنا عن كواليس التدريبات النهاردة. أهلا بك يا فيروز وأهلا بكل مشاهدي متابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا النهاردة خلاص النادي الأهلي اختتم استعداداته لمباراة الأسيوطي غدا، وهي إحدى المباريات المؤجلة بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة الدوري، وأكيد هي مباراة مهمة بالنسبة للفريق. بالتالي النهاردة كانت استعدادات من خلال مران أخير على ملعب مختار الجد. يمكن التدريب كان خفيف شويه، التدريب ترفيهي بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، خصوصا ان كل لاعبي النادي الاهلي من الناحيه البدنيه جاهزين، فبالتالي ما كانش في اي تدريبات بدنيه قويه، وكان في تراي ماتش كده بالنسبه لكابتن بدري للاعبين، ومن خلاله شارك جميع اللاعبين تقسيمه ادوا فيها بشكل جيد جدا وتالق فيها بعض اللاعبين زي محمد نجيب وحسين السيد واحمد حمودي. كل لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله جاهزين لمباراه الغد. النهارده قبل التدريب كان في محاضره من كابتن حسام البدري للاعبين، واتكلم فيها على نقاط القوه والضعف بالنسبه للاسيوطي سبورت، اللي هيقابله فريق النادي الاهلي ان شاء الله خلال مباراه الغد في استاد القاهره. لكن نتكلم بالتحديد عن الاصابات يا فيروز، لسه بعض اللاعبين ما شفوش تماما من الاصابه، يمكن رامي ربيعه وعلي معلول قدامهم اسبوع ان شاء الله يرجعوا يشاركوا في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. بالنسبه لهشام محمد لسه قدامه اسبوعين عشان يكون متاح بالنسبه للجهاز الفني من خلال المشاركه في التدريبات الجماعيه. بالنسبه لمحمد الشناوي اللي حظه كان سيء جدا ان هو تعرض لاجهاد في العضله الضامه، النهارده كان على هامش المران كده عنده بعض التدريبات التاهيليه في صاله الجيم، لكن الموضوع بالنسبه له مش هياخد فتره كبيره. الشناوي ممكن يرجع في اقرب وقت يشارك مع الفريق ان شاء الله في التدريبات، وممكن ان شاء الله يرجع يشارك في المباريات، لكن الامور كلها ماشيه بشكل طبيعي عقب المران النهارده. مختار الكابتن حسام بدري اعلن القائمه اللي هتكون متاحه بالنسبه له في مباراه الغد، وتوجه الفريق لاحد الفنادق القريبه من استاد القاهره، وان شاء الله فور وصول الفريق فندق اقامه هيكون في العشاء الخاص للفريق كله، وبعدين ان شاء الله هيكون في محاضره اخرى من كابتن حسام البدري الحديث بشكل تفصيلي اكثر عن هذه المباراه المهمه، واللي اكيد الجهاز الفني واللاعبين بيسعوا من خلالها ان هم يوصلوا المشوار الجيد جدا اللي بداوه في بطوله الدوري في سلسله الانتصارات المتتاليه، عشان ان شاء الله النادي الاهلي ياخد خطوه اخرى كبيره نحو الوصول للقمه كالمعتاد ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي. باذن الله يا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، واكيد كل التوفيق للفريق الاول في مواجهه غدا.
في خبر آخر، سيأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن هناك جلسة ستجمعه مع المدير الفني للفريق حسام البدري خلال الفترة المقبلة لتحديد احتياجاته من صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وقال عبد الحفيظ الجلسة أيضا سيتم فيها الترتيب لمواجهة الزمالك في الدوري بجانب السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات مع فريق المصري البورسعيدي. وشدد على أن النادي لم يصله أي عروض نهائيا لضم مدافع الفريق رامي ربيعة سواء من ليفربول أو غيره من الأندية، مشيرا إلى أن الأهلي لا يفكر في هذا الأمر حاليا خاصة في ظل وجود مواجهات كثيرة في الدوري، وأنه لا مجال سوى التفكير في الفوز بكل مباراة من أجل الحفاظ على اللقب. فاصل قصير ونعود من جديد.